مجموعة جي بي آي المبادرة العالمية لركوب الدراجات نظمت ثانية فعاليتها خلال هذا العام بماراثون لركوب الدراجات في طريق مصر الفيوم الصحراوي كمبادرة اجتماعية لتوعية الجمهور بأهمية استخدام الدراجات وقيادتها في المسافات الطويلة، وسيلة مواصلات بديلة لتسهيل حركة المرور في المدن والقرى المصرية. احنا مبادرة مجتمعية علشان العجل، ان احنا نخلي العجلة وسيلة الانتقال في مصر. حابين ان احنا نبتدي نبقى زي اوروبا ونروح الشغل بالعجلة ونسافر بالعجلة، نلف مصر كلها. فاحنا بنحاول ان احنا نزود الوعي بالموضوع ده. احنا ان شاء الله هنركب عجل من القاهرة لحد الفيوم، بعد كده نتغدى، وفي ناس هتبات في الصحراء وفي ناس هترجع تاني يوم. الهدف من الرايد النهارده ان احنا بنزود الوعي عن الناس على الدراجات، يعني نخرج الكابتن عند الناس في حته ان هم يركبوا عجل مسافات طويله. والمهم حاجه تانية كمان، ان احنا هنتعرف على حتت جديده في بلدنا اللي هي زي الفيوم، وطبعا في البيئات في الصحراء وازاي تعمل كامبينج ووادي الريان وكده. احنا بنعمل رحلات كل فتره، الرحلات دي بنتنقل من محافظه لمحافظه، بيبقى هدفنا ان احنا نشجع موضوع يعني فكره السايكلينج كنوع من انواع الرياضه، وكمان ان احنا نستكشف حتت في مصر كتير. ما بن يعني بنستغل الرياضه في استكشاف اماكن الكويسه اللي عندنا اللي فيها مزارات حلوه وفسح حلوه كده. يعني طالعين النهارده رحله ظريفه، هنعمل فيها تمارين طويله شويه. ناس كتير قوي اول ما تطلع المسافه دي، فهتبقى جروب كويس، ان احنا نشجع بعض ان احنا نطلع تمرينه كويسه، وفي نفس الوقت جي بي اي كل طلعتها بتبقى تشاريتي، ففرصه كويسه ان احنا برضو نعمل نطلع حاجه هدفها خيري.